وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وكل صور الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف في 14 شخصا من بينهم موريتاني وآخر من جنسية سنغالية. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية المراقبة العامة للتراب الوطني من إيقاف 14 شخص من بينهم مواطن من جنسية موريتانية وآخر من جنسية سنغالية للاشتباه في تورطهم في شبكة تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، ذلك في منطقة تبعد على مدينة العيون ب 30 كيلومتر في اتجاه مدينة أسمرة. وقد أسفرت عملية الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرق المختصة عن حجز سلاح ناري من نوع كلاشنيكوف وثلاث خزنات و66 رصاصة، وكذلك بندقية صيد و114 خرطوشة، بالإضافة إلى منظار و22 هاتف نقال وكذلك هاتفين خلويين، بالإضافة إلى جوج ديال السيوف وجوج ديال السكاكين وثلاثة سيارات رباعية الدفع. كما أسفرت هذه العملية عن حجز مبالغ مالية منها مبالغ بالعملة الوطنية ومبالغ بعملة أجنبية. الموقوفون تم وضعهم تحت الحراسة النظرية لمواصلة البحث وتعميقه تحت إشراف النيابة العامة. كذلك الأبحاث لازالت متواصلة من أجل إيقاف كل الأشخاص المتورطين في هذه النازلة.